وتفصيلا فإن الحالات 1672 الجديدة توزع عبر جهات وأقاليم وعمالات المملكة كما يلي: في المقدمة جهات الدار البيضاء 651 حالة، 536 حالة بالدار البيضاء الكبرى، 39 حالة بالجديدة، 28 بالمحمدية، 18 بالسطات، 13 بالنواصر، 11 حالة ببرشيد، 4 حالات بمديونة، وحالتان ببن سليمان. جهة مراكش أسفي 252 حالة، 186 حالة بمراكش، 35 بالحوز، 25 حالة بقلعة الصراغنة، 4 حالات بشيشاوة، وحالتان بالرحامنة. جهة فاس مكناس 152 حالة، 57 حالة بفاس، 37 حالة بمكناس، 20 حالة بتازة، 14 حالة ببولمان، 12 بإفران، 7 بالحاجب، 4 بصفرو، وحالة واحدة بتونات. جهة بني ملال خنيفرة 151 حالة، 40 حالة بخنيفرة، 34 بخريبكا، 28 ببني ملال، 26 بأزيلال، و 23 بالفقيه بن صالح. جهة الرباط سلا القنيطرة 133 حالة، 47 حالة بالصخيرات تمارة، 35 بقنيطرة، 24 بسلا، 23 بالرباط، وأربع حالات بسيدي سليمان. جهة درعا تافيلالت 102 ديال الحالات، 43 بالرشيدية، 26 بميدالت، 21 بزاكورة، و 12 حالة بورزازات. جهة طنجة تطوان الحسيمة 83 حالة، 43 حالة بعمل طنجة أصيلة، 14 حالة بالعرائش، 11 بالحسيمة، 9 بتطوان، 3 بشفشاون، 2 بالفحص أنجرة، وحالة واحدة بالمضيق الفنيدق. جهة سوس مسة 55 حالة، 33 حالة بأكادير الدوتنان، 15 بإنزكان أيت ملول، 4 ديال الحالات بشتوكا أيت باها، و 3 ديال الحالات بتيزنيت. جهة الداخلة وادي الذهب 45 حالة بإقليم وادي الذهب. جهة قلميم ودنون 22 حالة، 14 حالة بطنطان، 7 بقلميم، وحالة واحدة بسيدي إفني. جهة الشرق 19 حالة، 8 حالات بوجدة أنقاد، 7 بقرسيف، 2 بفيقيق، وحالة واحدة بكل من الناظور وتوريرت. وأخيرا جهة العيون الساقية الحمراء بأقل عدد من الحالات الجديدة، 7 حالات كلها بالعيون. إذن هذا هو التوزيع الجغرافي ديال 1672 حالة اللي تسجلوا في هذه 24 ساعة الأخيرة. في مقابل ذلك تم استثناء 20752 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 1,913,387 حالة مستبعدة.